سمعنا مؤخرا أن وفد بولوني من رجال الأعمال سيزور المغرب وخاصة أقاليم الجنوبية الداخلة، احكي لنا فوقاش غتكون هذه الزيارة؟ هو كيف ما شفتوا عقدنا واحد الاجتماع اللي جاء من بعد عدة اجتماعات سابقة مدة شهور اللي كان يوم الجمعة الماضي إن شاء الله اللي داس مع واحد المجموعة من رجال ديال الأعمال البولونيين. وكان في البداية هو أولا الشكر الاجتماع في هذا الاجتماع لجميع هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين المهمين الكبيرين في بولونيا على الثقة والاختيار ديالهم للمملكه المغربيه وبالخصوص الاقاليم الجنوبيه. وكيف ما تتعرفوا اليوم المغرب بالنسبه لهم كيشكل واحد البوابه افريقيه، والمناخ ديال الاعمال ملائم للاستثمارات ديالو، وكذلك عارفين بان كاين اليوم واحد الديناميه اقتصاديه وتنمويه كبيره اللي تتعيشها الاقاليم الجنوبيه تحت القياده الراشده لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. هاد الزيارة فوقاش غادي تبدأ؟ فوقاش غادي تنتهي؟ هو وشنو هما هو ف... المدن؟ هو ف... قبل ما نحضر لك التاريخ غادي نعطيك التاريخ، غادي نقول لك بان هذا الاجتماع كان جا في واحد السياق ديال التعبير ديال كل هاد رجال الاعمال على الاهتمام ديالهم لهاد الاستثمارات في واحد المجموعه من القطاعات الواعده في المغرب وخصوص في الاقاليم الجنوبيه. وكانوا عبروا في واحد الاعلان ديالهم في التوقيع عبر واحد التوقيع في يناير الماضي اللي كان اجتماع مخصص وهو التحضير كيف ما قلت دابا الجواب على السؤال ديالكم هو لزياره العمل التي يقومون بها ان شاء الله المغرب والاقاليم الجنوبيه من 16 حتى ال 21 ماي. نعم، شنو من المدن الاخرى؟ كاينه الداخله، كاينه العيون، وشنو شنو المدن الأخرى؟ في هذا الاجتماع التحضيري غادي تكون الدار البيضاء، المدن اللي الدار البيضاء سيكون عندنا الرباط وكذلك العيون والداخله. اللي مهم وهو هذا الوفد اللي الوفد ديال هاد رؤساء الشركات، لان ماشي شركات عاديين، شركات كبرى اللي منهم شركه لوك اللي هي احد اكبر الشركات الاوروبيه اللي متخصصه في الكليراج ديال البروفيسيونيل. كاينه شركه فلايرغو اللي متخصصه في كي سبيسياليزي دون توسكي تكنولوجي دو لا فابريكاسيون ديال لي زيليكوبتر التراليجي، واللي تستعمل في المجال الصحي والفلاحي وكذلك في المجال الامني وحمايه الحدود. كاينه الوماس اللي هي واحد الشركه كبيره، لان هذا مهم بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للجهه المغربيه. كذلك كاين الشركه ديال اف شارج اللي متخصصه في داكشي ديال لي زيكستانكتور وتوسكي سبيسياليزي دون لا فابريكا لا برودكسيون دو ماتيريال كونتر لي زانسوندي. وكاين واحد الشركه اللي مهمه اليوم في اوروبا وهي شركه اف شارج اللي متخصصه في لي برودكسيون ديال لي بورن دو ريشارج ديال لي فواتور الكتريك. وهادو اكبر الشركات البولونيه الموجوده اليوم في بولونيا. واش يمكن ان نقولوا على ان الاستثمار البولوني راه غادي يكون في المناطق الصحراويه بالتاكيد؟ واذا واش عندك شي فكره على القيمه ديال هاد الاستثمارات اللي غتكون مستقبلا؟ ما غنقولوهاش في الدقيق ولكن تقريبا. هو سي شاكر، تتعرف بان هذه اول مره مستثمرين اوروبيين غادي يجيو لسميتو للاقاليم الجنوبيه، واكدوا عليه في هذا الاجتماع واكدوا عليه في الحضور ديالهم في هاد الاقاليم. اللي ما يمكن ليناش اليوم نقولوا وهو هذا الشيء اللي قلتي القيمه الماليه، لان هذا الشيء تيخص هما اللي يقولوه ماشي انا كسفير صاحب الجلاله، لان انا هنا تنوفر لهم الشروط ديال هذه الزياره باش تكون في شروط مرتاحه وشروط مهمه لهاد المستثمرين. هذا هو الدور ديال السفير صاحب الجلاله. اما فيما يخص الارقام هما اللي غادي يمكن يعطوها في خلال هاد الزياره ديالهم للمغرب ان شاء الله. دابا بغينا السيد السفير، هل لكم
عن العلاقات التجارية بين المغرب وبولونيا، القيمة ديال التجارة وديال تبادل التجارة بين البلدين. هو قبل السي شاكيري الا سمحتوا قبل ما نجاوب على هذا السؤال، غير بغيت ناكد على قبل الزياره ديال 16 ماي غادي تكون واحد اللقاء يوم 7 لو 7 افريل مع لي كاتر ديريكتور دي ريجيونو دانفيستيسمون ديال العيون الداخله الدار البيضاء عبر ان فيزيو كونفيرونس اللي تهي اكثر لهذه الزياره اللي هي اول زياره وزياره مهمه. فيما يخص لي زيشونج كوميرسو، على جواب على هذا السؤال ديالكم سي شاكير، هو سي بور لا بروميير فوا، سي بور لا بروميير اني لي زيشونج بين المغرب entre la Pologne et le Maroc, on a atteint le chiffre de 1 milliard, un peu plus de 1 milliard de dollars. C'est pour la première fois, c'est la première année qu'on a réalisé ce chiffre avec environ 26 millions de dollars اللي فيها tout ce qui est export من المغرب للبولونيا و 400 export فيه المواد ديال السيارات، فيه لي ماشين الكتريك، tout ce qui concerne دوك العجلات، الكوزميتيك حتى هو، لان هذا الشيء مهم وخاصنا نعرفوا بان بين 2019 وبين 2020 لي زيكسبورطاسيون ديال المغرب زادوا ب 25%. اللي خاصنا نعرفوا اليوم وهو بما يخص اليوم، خاصنا نعرفوا بان بولونيا هي سادس قوه اقتصاديه في اوروبا، سي لا سيزيام ايكونومي مونديال اون اوروب. Donc, je pense que le 1 milliard de dollars, c'est un début, mais je pense qu'il y a un grand challenge, inshallah, bil magi ديال هاد الشركات العملاقه، لان الشركات اللي موجوده في دبي مجموعه موجوده في جميع في واحد المجموعه ديال الدول الخارجيه بقوه، والحضور ديالهم ان شاء الله في المغرب غادي يكون واحد ان غران تشالنج اقتصادي ايكونوميك وبين المغرب وبين بولونيا.